يكسب الصحفيين مهارات الاشتغال بالأخبار، ما نسميه عامة بصناعة الأخبار. وصناعة الأخبار هي الأساس الأول للوصول إلى ما نسميه بمجتمع المعلومات والمعرفة، وهو أساسي جدا طبعا لتعزيز الديمقراطية وتوسيع كذلك هوامش حرية التعبير، لكن على أساس التمكن من التعامل مع الأخبار. وفي هذا الإطار نحن نشتغل على منظومة الأجناس الخبرية بالدرجة الأولى، لأنها تشكل القاعدة الأساسية لمنظومة الأجناس الأخرى، وأقصد الأجناس الكبرى وكذلك أجناس الرأي. فالصحفيون قلما يضبطون بعض الأسس التي من خلالها يكون الخبر دقيقا وواضحا ويعنى بالملموس وكذلك مكتملا ومقتضبا، وهذه العناصر هي أساسية في صناعة الأخبار اليوم، خاصة وأن العالم على المستوى الأخبار يتطور بشكل سريع وأصبحنا في دوامة من الأخبار. يجب على الصحفيين أن يكونوا مهنيين وينزاحوا عن الهواية حتى لا يتما حتى لا يعني يختلطون بأشكال التعبير الأخرى الموجودة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت عموما. وبالتالي على الصحفي أن يضبط المساحة التي يشتغل فيها بمهنية حتى يكون موضوعيا وإيجابيا في نفس الآن. بالنسبة للقوة الاقتراحية التي يدخلها الشكل داخل المجتمع، فالدورة تخوض في هذه الأسس، ونعتبر أنها دورة أولى ويجب أن تعقبها دورات أخرى، لأن حق الصحفي يتطور وكذلك المهنة على مستوى التخصص تتعقب هذا التطور. وفي إطار التعامل مع طبعا الشركاء يمكن خاصة على المستوى الجهوي تطوير أداء الصحفيين المهنيين لكي يكون الصحفي الجهوي فاعلا في الجهة بما يقدم خدمات للصالح العام على المستوى الوطني. السفر الجهوي الفيدرالية المغربية نشر الصحف، كما كتلاحظوا اليوم مدينة الداخلة تعيش حدثا متميزا يتعلق بالمؤتمر الجهوي الثاني للفيدرالية المغربية لنشر الصحف بالأقاليم الجنوبية من بعد تأسيس الفرع مدة سنتين الآن. هاد غتكون فرصة باش نديروا التقييم ديال تجربة الزملاء والزميلات الناشرين في مختلف هذه الجهات. كذلك سينعقد المؤتمر الجهوي اللي هو بين قوسين الجمع العام اليوم إن شاء الله السبت تحت الرئاسة الفعلية السيد نور الدين مفتاح رئيس الفيدرالية، وبحضور السيدة أمينة المال، وبحضور يعني ثلة من المواقع الإلكترونية اللي هي داخلة في إطار تصحيح المسار ديالها عبر الملائمة وعبر يعني الأجراء ديال مجموعة من القوانين. الإخوان كذلك اليوم في دورة كوينية مع الأستاذ عبد الوهاب الرامي عن المعهد العالي للصحافة والرباط، لهذه الدورة كتدخل في إطار الشراكة الموقعة بين وزارة الاتصال قطاع الاتصال والثقافة، كذلك ما بين الفيدرالية والنقابة الوطنية للصحافة المغربية من أجل تأهيل الصحفيين والصحفيات ويجعلهم أنهم يخضعوا أو أنهم يتعرفوا على آخر التقنيات المتعلقة بالأجنة الصحفية وبالقوانين المتعلقة بالإعلام.